جينا اليوم احنا باش ناخذوا معناتها طالبنا بالحق نتاعنا اللي هو فما قانون تصدر بالنسبه للمتخرجين من مركز تكوين في المصوغ المجوهرات بيجامرد انه بعد ما تاخذوا دبلوم السي بي ودبلوم البي تي بي وبعد عامين تربص من حقك هذا كما صدر في القانون من حقك تاخذ طبعا العرف نتاعك انت. ولتو احنا القانون تصدر من عامين ونصبينا المطالب في برشا هياكل وما لقيناش حتى اجابه. القانون في تونس ما يخول حتى انسان صغير باش يمس جرام ذهب ما غير ما هواش مقبول. صحيح ولا لا؟ صحيح. اخويا انا علاش تقلل فيا 4 سنين من؟ علاش غلوك؟ فاكروا 6 سنين مشاو من حياتي. في الاخر ما تخولنيش باش نمس ذهب. هما شنو يحبوا؟ يحبوا يرجعوا الكونكور على خاطر يا مسيو اللي عداو قبل الكونكور عندي صاحبي حجام عنده الكميه منين جايبها ما يعرفش يكتب حتى اسمه. انا نعرف شخصيا انسان اللي هو رئيس النقابه عنده تبع عرف وولده عنده تبع عرف وعنده حانوت برا وعنده حانوت في البركه او بلوس باش تفهم شنو هو الخوار وين جاي. السيد هذا ما يساعدوش باش انا وغيري 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 ناخذ تبع عرف. علاش؟ خاطر شهاده وعمره اكثر من 60 سنه يتقاضى الجرايه في التقاعد وابارسا السيد هذا يكري فيه للجروسيست اللي السيد هو اللي يضغط عليه باش يقول له لا ما يساعدوش هذا وهذا وهذا اللي عمري انا وغيري معناها اصحاب رانا عاملين يا سيدي رانا عاملين فورماسيون بروفيسيونيل. عندي صاحبي التاكسيست عنده الكميه عندي فلان عنده الكمية ويكريو سامحني الكمية يكريوها بمليون يخرجوا بها الذهب من الدولة ويأخذوا مليون والاخرين الصناعية الكبار اللي كانوا عندهم المعامل هما يخدموا الذهب ويطبعوا الطبع. يعني علاش ما نجمش نشري ماكينة كان من نجم يكون وكان جاء السونتر هذا ما فيش حكاية طبع العرب نمشي نعدي كونكور عادي وسو 500,000 ويأخذوا فيها 500,000 رشوة. أنا عالبونو ندخل في 2,800,000 2,800,000 يجي يخدم منهم هو مليون وانا من بعد عندي خاطر ما نجمش نصبو انا ديجا باش يدخل الطابع لازم يمشي نصبو عند شكون عنده طابع العارف وعنده ماكينة سوبريسيون نخلص عليه 2,000 و2,500 فرنك 2,500 في الجرام في 266 هذوما يطلعوا لي بلاس 500 دينار مليون ونص نحالي انا من بعد نجي نعمل بارد كان نعمل بارد القطايع اللي انا نكون فيهم تراو يمشي في الهواء الذهب يمشي في الهواء اللي ربحي في الاخر يخرج 500 دينار. انا 500 دينار تجي المعمل نتاعي مقدم 6 من الناس نقول له اعطيني عايشك عم فلان اعطيني عمال مرقه ماك تعرفني وانا خدمت في السوق خدمت عنده يقول لك ليه هاتي تي هاكا نعطي فيها 300 ولا بتجري عليها ما فيها حد كي يجي عم رمضان هذا عم رمضان كي يقول لك سنيه يعطي شي شغال في السوق فهمتني قال يا سويل تنعمل هيك انا وقفوا شنو قالوا له وانا خدمت عنده قال لهم بنتي هذيك صناعيه ونعرفها فهمتني قالوا له ليه انت ما عندكش مخلص يا ناسيس قال لهم باش ندخل الحبس ندخلوا الحبس والله ما نعملها لك باش عملها لي معناها جيت صبيتها وصلوا خدموا عندهم اكثر من عامين وجيب باش ياخذوا البرقه اللي هو قاد خادم عندهم عامين ايش كتبوا له؟ ايش كتبوا له من اللوطا؟ يعطيه لاتيستاسيون ويكتب له من اللوطا ملاحظه هذا هذه الشهاده لا ماهوش المحصول تبع العرض الكونكور تو فما مش تعمل كونكور شفت حكيت الكونكور يحبوا يطيحوا قيمه السطر باش مثلا انه هذا السطر ما هو يخرج في حتى شيء احنا نحبوا كان يلزم تعطونا رونديفو اخر مع المعنيين الرسميين اللي نحبوا من رؤساء النقابه هذوما الناس اللي معطله هذا المشروع هذا اللي يخول اقتصاد كامل نتاع بلاد باش تنهض به في القطاع هذا احنا باركين عليه. الموضوع نتاعهم فهمتوا اللي هما معناها متكونين في معناها مركز تكوين في ماده المصوغ خذوا الدبلوم نتاعهم وعملوا لي ستاج ثم الاشكال كونه هو معناها المتكونين يقولوا اللي في المركز هذايا بالدبلوم نتاعهم يمكن لهم معناها الحصول على طابع العرف وثم ناس اخرين اللي ماهمش متكونين يمكن لهم زاد الحصول على طابع العرف على طريق مناظره هما يظهر لي الى حد الان ما تمكنوش من الحصول على هذا لانه ربما ثم يقول لك بعض الاطراف يقولون لازم تعديوا الكونكور لا احنا مش نطبقوا القانون اللي يقول عليه القانون ثم قانون هو السهل في الموضوع هذا كونه ثم قانون معناها العمليه لو كانت تكون صعبه لو كان ما ثماش قانون يفسر العمليه اليوم احنا تو احنا مش انا كنت اعطيت الملف للاداره الشؤون القانونيه نتاعنا وعدتهم مش في غضون الاسبوع هذا يكون عندهم اجابه اون فافير لانتربريتاسيون تاع القانون وزاد بوزيتيفمون ثم حتى اشكال
you